تعطي للزواج او للرزق الضيق او المعيشه الضنكه او المشاكل الزوجيه او المشاكل بين الابناء او ما الى ذلك، يعني تيسير الامور بصفه عامه. اشنو يمكن لينا نديرو من وصفات في هاد المناسبه هذه ديال ذكرى المولد النبوي الشريف؟ اشنو يمكن لينا نديرو فيها؟ واش خاصنا نديرو فيها وصفات او لا؟ واش نحتفلوا بهذا اليوم هذا او لا؟ واش هاد الوصفات هادو فعلا كاينين وموروثين وكيديروهم او لا؟ واش هو بدعه او شرك او صحيح؟ هذا الشيء هو اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا، وغادي نوريكم الطريقه الصحيحه لتيسير الامور وتيسير الزواج وللذريه وما الى ذلك وللرزق و و و و. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه في هذا الفيديو هذا، بغيتكم توصلوه لعدد كبير من اللايكات لانه موضوع يستحق المشاهده ويستحق النشر ويستحق اللايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف 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 بزاف، والموضوع يعني الموضوع مهم لأبعد درجة. حلوا وديناتكم وتصنتوا لي شنو غادي نقول بالنسبة لهاد الناس هادو اللي تيسولوني في التعاليق. كيف ما قلت، اشنو هما الوصفات اللي كيداروا دابا البنات اللي بغاو يتزوجوا مثلا، او تيسير الامور او الرزق او المشاكل الزوجيه او الهدنه في البيت او او او، يعني شي وصفات بحال هذا الشكل، واش كيداروا وكيفاش كيداروا في هذه الفتره هذه ديال ذكرى مولد النبوي الشريف؟ واش فعلا خاصنا نديروهم او لا؟ واش هما بصح كاينين او لا بدعه؟ يعني شنو كاين؟ لانني شفت بزاف ديال لي فيديو هنايا تيبانوا لي في اليوتيوب، وبزاف ديال الاخوات قالوا لي حتى في الخاص، قالوا بعض العادات اللي تدار دابا في هذا الوقت هذا واش بصح كاينه او لا كتدخل في الشرك بالله. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى غادي نهضروا على داك النهار اللي هو المولد النبوي الشريف اللي تزاد فيه سيد البشر عليه الصلاه والسلام. اشنو خاصنا نديروا فيه؟ واش بصح يعتبر عيد او لا يعتبر ذكرى؟ واش خاصنا نحتفلوا به او لا؟ هذا الشيء هو اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين اللي اول مره كيشوفني، نزلت ابوناو وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، وغادي نعطيكم تأنا المفيد على السريع. ما تنساوش انكم ديروا لايكات 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 باش يوصل لواحد العدد كبير ديال الناس وتا هما يستافدوا، والا كان عندهم شي فكره غلط يزولوها، لان كما قلت لكم الموضوع يستحق المشاهده ويستحق انك تتبعوا، ومهما هضرت فيه ما غاديش نوفي حقه. بالنسبه كما قلت لكم اخواتي، هذا النهار هذا ديال العيد كنا من الصغر كيحتفلوا به الوالدين ديالنا، يعني مثلا كيديروا الحلوى، كيكسيو ولادهم، كيمشيو العائلات عند بعضياتها. واش هذا الشيء خصو يدار او لا ما خصوش يدار؟ من واحد الناحيه دينيا خاصنا نجلسوا ونديروا مجلس، شنو هو الحاجه اللي هي صحيحه؟ مثلا انت وليداتك والزوج ديالك، او لا انت وليداتك الزوج ديالك، ما كاينش داكشي اللي كاين في الاسره او العائله اللي مشيتي عندهم مثلا قرابين ليك، تتفكروا هذاك النهار اش وقع فيه. يعني تزاد فيه سيد البشر كما قلت، وخير البريه اللي هو محمد عليه الصلاه والسلام، خاتم الانبياء والرسول، وفاش تزاد اش وقع، ويعني فاش يعني شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في الكون بعد منه. غادي نبقاو نناقشوا داكشي مع بعضياتنا، مثلا نهضروا على فاش بغى يتزاد، قالت الام ديالو رضي الله عنها بان الحجره ضوات يعني بالنور ديالو، والضوات يعني ضوات لها ما بين المشرق والمغرب. نهضروا على الاصنامات اللي تريبوا طاحوا فداك النهار اللي تزاد فيه. نهضروا على عام الفيل اللي مشى ابراها بغى يهجم على الكعبه، هو يسلط عليه الله سبحانه وتعالى طيره ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل في ذاك العام اللي تزاد فيه هو. يعني هذا الشيء هذا نذكروه، هذا الشيء غير قليل، وما هو ذاك النهار اللي تزاد فيه هو وقع فيه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال التغيرات اللي غيرات يعني الحياه وغيرات كاع كل شيء، يعني جن وانس. وشنو دار الشيطان فاش تزاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صرخ واحد الصرخه اللي ما صرخاش ملي لعنوا الله سبحانه وتعالى. فاش تلعن ولا ملعون ولا يعني لعنوا الله سبحانه وتعالى، صرخ صرخه ما عاودهاش حتى تزاد محمد عليه الصلاه والسلام. ياك بحال هادشي نجلسوا نقولوا لولادنا ماشي عيب باش نشريو الحلويات ونفرقوهم على الوليدات، يعني وليداتنا ووليدات الجيران، راه ماشي عيب. نقول لكم علاش، يعني ماشي حرام ماشي بدعه اننا نعطيو للوليد الحلوى في يده
ونعطيه يعني داكشي اللي قسم الله، وكتقول ليه عرفتي واش هي المناسبه؟ المناسبه هو اليوم راه 12 ربيع الاول، راه تزاد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهاللي وقع وهاللي وقع واش عرفتي شكون هو؟ راه هو خاتم الانبياء، هو اللي كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، راه هذا هو اللي تزاد في هذا النهار هذا. تذكري الوليدات وتنتشر الدين وتنتشر الاسلام وتعرفوكم نتوما باش محتفلين، لان الناس كانوا في الصغر ما حنا كنا كنقولوا عيد كاي عيد، انما في الدين ديالنا حنا كاينين جوج عيود، عيد الفطر وعيد الاضحى. انما هذه ذكرى، هذيك الذكرى هي اننا كما قلت نجلسوا مع بعضياتنا ونصليوا عليه بزاف، اننا الدار تولي يعني هكا تسمع فيها الصلاه والسلام على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، ماشي بالتكلاف، يعني ماشي باننا خصنا نتكساو خصنا نديو خصنا نجيبو خصنا نحطو خصنا نهزو، هادشي راه ما كاينش، راه بدعه. ثاني حاجه اللي هي الاهم الاهم الاهم، وسمعوني انا غادي نبلغ، هو ان هاد البنات اللي تيقولوا لكم يعني راني شفتهم وترسلوا لي في الخاص، انا ما قلبتش ولكن بزاف ديال البنات رسلوا لي في الخاص واش هادشي بصح، انهم قالوا واش نرشوا ما زهر في الباب، لان قبل الربيع الاول هذاك الشيء كيفتح الرزاق وكيدير البركه في الدار. وهذا بزاف ديال البنات رسلوا لي فيديوهات تيقولوا ديروا الحنه، والحنه ديوها غرسوها في واحد البلاصه خضراء كتيسر الزواج في هذا النهار ديال العيد. سمعوني نقول لكم هادشي بدعه، هادشي حرام، هادشي ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش. لو كان كاينه شي وصفه انا غادي نجي وغادي نتشاركها معكم وغادي نقول لكم هذا النهار كيدار فيه، هذا النهار خاصك تصوم فيه، هذا النهار خاصك الا قدرتي انك تصدق فيه انك تذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام قد ما قدرتي، يعني انني نبقى فمي ما يسكتش هذاك النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وانا غادي، وداكشي اللي عرفت ليه نقوله، يعني انني تنتفكر فيه هذا الحدث المهم في الدين ديالنا، مهم بزاف بزاف بزاف، ماشي نوضو نعصيوه. نقول لكم الدليل شنو هو، اش ماشي غير كنهضر، هو ان هذاك النهار اللي تزاد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اش وقع؟ راه دمروا فيه الصحاره، راه الناس اللي كانوا كيعبدوا الله يسمح ليهم، الناس اللي كيشركوا بالله وكيعبدوا العافيه، هذاك النهار راه طفات هذيك العافيه خمدات، وهذوك اللي كيعبدوا الاصنامات هذاك النهار راهم تريبوا دوك الاصنامات، يعني ولاو تراب. بمعنى ان المجيء ديالو للحياه تيبدلها انه يعني كيحارب الشعوذه والسحر وهادشي ديال البدع. ماشي حنا تنقولوا السحر ما كاينش، راه كاين، هو بنفسه راه السحر، غادي نهضر لكم على هادشي الا بغيتو فواحد لا فيديو كيفاش تسحر وشكون اللي سحرو ومن تسحر اش وقع ليه. ماشي ما كاينش، راه كاين لانه مذكور في القران، واللي قال ما كاينش الله يسلطو عليه تو سامبلومون. ولكن يعني ماشي حنا نوضو نسمعوا واحد المناسبه مثلا عيد الاضحى خصنا نهزو الدم اولا خصنا نحيدو من الهيدوره اولا بحال هكا عيد المولد النبوي اولا ذكرى المولد النبوي الشريف، هاد المناسبه اللي خاص يعني تمشي على السنه ديالو، تمشي على شي حاجه هو كان تيديرها، نوضو حنا نخسروها بالتعويد. راه التعويد هذاك، الا بغيتي الزواج نوريك اش غادي ديري، والا بغيتي الرزق نوريك اش غادي ديري، عليك بصوره الرحمن، عليك بصوره الرحمن في داك النهار قرايها بزاف، راه هي عروس القران، راه هي اللي كتيسر الامور باذن الله، الله اللي تيسر هي سبب اننا نتقربوا من الله بالقران. وفاش نكون كنقراها ندير النيه ديالي انا اشنو بغيت في النيه، انما الاعمال بالنيات، يعني خاصني انا فاش نكون كنقراها يعني نقراها بواحد النيه ديال تيسير الامور ديال الزوج الصالح ديال الدريه ديال كذا. انما اللي قال لك نهار سيري حرقي هذه هنا، سيري دفني هذه هنا، سيري خذي الحنه عومي بها وهزيها ولوحيها في بلاصه، هادشي راه ما كاينش في هذا النهار هذا ما كاينش. وانا اللهم اني قد بلغت فاشهد، يعني خاصكم تفهموا علاش انا درت هاد لا فيديو هذا بالضبط، راه ها ديال الرسائل غير ما باش نحط الاسماء هنا، الناس اللي تراسلوا معايا في الانستغرام وفي التيك توك وفي الخاص في واتساب كيقولوا لي هاد المناسبه شنو كيدار فيها، راه اللي قالت لي واحد السيده واحد لا فيديو لقيتو في يوتيوب او واحد لا فيديو لقيتو في التيك توك، هادشي راه ما كاينش. يعني توضاو وصليو وذكروا الله، ولا عندكم وليدات صغار راه هذاك الشيء راه تقليد هزينو على الرقاب ديالكم، نتوما اللي خاصكم توريو لولادكم دينكم، بمعنى اننا نجلسوهم ونقولوا لهم ونحتوهم الدين ديالنا واش وقع في هذا النهار، واش اللي طرا، واش اللي جرى، ما فيها باس نجبدوا واحد الكتاب ونستعنوا به، يعني اننا نقولوا فيه نجبدوا منه هذاك الشيء اللي كان وقع، ماشي عيب ان بنادم تيبحث وتيقلب، واحد الكبير في الدار قاري هو اللي يورينا ويقرا لينا ويقول لينا ويكون المصدر طبعا
موثوق فيه. هذا اللي كاين، هذا اللي بغيتكم تعرفوا. ما كاينينش، ما كاينش هذا الشيء، لا اساس له من الصحه البنات. عندكم تمشيو ديروه وتوليو تضربوا، يعني صلاتكم، صيامكم، صدقتكم، عبادتكم، دينكم ضربوه في الصفر. وراه الرسول صلى الله عليه وسلم باري من هذا الشيء، يعني ما عمره ما داروا. باش نتفاهموا على هذا الشيء راه ما كاينش، ولكن اننا نذكروا الله سبحانه وتعالى ونجلسوا في واحد المجلس كما قلت سابقا، راه مزيان اننا نديروا بحال هكاك ونعلموا وليداتنا كيفاش يديروا الصلوات الابراهيميه وكذا، راه مزيان ثم مزيان. انما ماشي حاجه اخرى ما كايناش، ونعلموا وليداتنا بان ماشي اي عيد خاصنا فيه الكسوه. هذا موضوع بوحده. كنتمنى انكم تكونوا استفدتم هذا الموضوع، هذا اللي فعلا تستحق اننا نهضروا فيه كثار. وما كرهتش انا نقول لكم دوك الاحداث اللي وقعوا كاملين وشنو كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم في النار وبزاف ديال الحاجات، ولكن ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. كنتمنى انكم تلايكيو الفيديو بزاف بزاف وتشاركوا مع احبابكم وصحابكم، والله يثبتنا. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.